حسين يا غريب. وصية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام أوذي تلك الأذية الكبيرة التي تحيرت ملائكة السماء، تعجبت ملائكة السماء من صبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الملائكة ما عندها عواطف، الملائكة ما تتعجب، ماذا رأت الملائكة حتى تعجبت؟ هذه المصيبة الكبيرة، هذه مصيبة كبيرة تكشف لنا واجبا كبيرا تجاه هذه المصيبة. الواجب ما هو؟ نبكي على سيد الشهداء، عظيم عظيم. الواجب نؤسس مجالس لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عظيم. الواجب نلطم، عظيم. نطبر، نجرح رؤوسنا، عظيم. نمشي حفاة يوم عاشوراء، عظيم. الإنسان في يوم عاشوراء يكون بهيئة المصاب، شكل شخص أصيب بمصيبة كبيرة هيئته تكون هكذا، عظيم. في يوم عاشوراء من الصباح إلى العصر لا يأكل شيئا، لا يشرب شيئا بدون نية الصيام. الصيام في يوم عاشوراء بين أن يكون عمل محرم أو عمل مكروه، مكروه كراهة شديدة، إنما الإنسان لا يأكل لا يشرب، هذا العمل عظيم. البعض عندهم شعائر خاصة بهم كلها عظيمة، ماشي على الشوك، عظيم. بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عاشوراء ركضوا على الأشواك، عظيم هذا. كل هذه الشعائر عظيمة، أداء هذه الشعائر شيء عظيم، بعضها واجبة عند بعض الفقهاء، بعضها مستحبة من المستحبات المؤكدة، هذه كلها صحيحة. ولكن هناك شيء آخر أيضا مع هذه، هناك تعظيم لهذه الشعائر، ليس فقط أداء هذه الشعائر. ومن يعظم لا من يؤدي شعائر الله، أداء شعائر الله شيء، تعظيم شعائر الله شيء آخر.